علماء مدرسة أهل البيت كلهم يعتقدون أن أزواج النبي الأكرم بل أزواج جميع الأنبياء لا إشكال ولا شبهة أنه لا يصل إلى عرضهن شيء من السوء والفحشاء والمنكر. هذه حقيقة لا بد أن يلتفت إليها المشاهد الكريم ولا يستمع إلى بعض هذه الأصوات النشاز التي تخرج على الفضائيات وتنسب أنفسها إلى مدرسة أهل البيت، وأهل البيت منهم براء ومدرسة أهل البيت منهم براء. هؤلاء لا يمثلون مدرسة أهل البيت، مجموعة من الجهلة وضعوا على رؤوسهم إما قطعة بيضاء وإما قطعة سوداء. وإلا أنتم اذهبوا إلى حوزاتنا ومراكزنا العلمية وإلى كتبنا تجدون إصرارا من أكابر علمائنا على طهارة أعراض النبي صلى الله عليه وآله من أي فحشاء أو منكر. أنا أشير فقط إذا تسمح لي دكتور، حتى أنه لعله تريد تروح إلى فاصل أحس، نعم، أشير إلى كلمة من كلماتي علم من أعلامنا المعاصرين، وهو السيد العلامة الطباطبائي في كتابه المهم والأساسي الميزان في تفسير القرآن للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، المجلد الخامس عشر، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان. في ذيل هذه الآية المباركة من سورة النور، وهو قوله تعالى، الآن لا أريد أن أقف، وهو قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهي الآية، خلي أشير إليها أيضا الآية حتى يتضح بأنه هذه أية، وهي الآية 26 من سورة النور. انظروا ماذا يقول. أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى رأي علماء مدرسة أهل البيت في عرض النبي وفي عرض أزواج النبي بل أزواج الأنبياء جميعا. قال: على أننا نقول إن تسرب الفحشاء، والفحشاء أعم من الزنا، يعني أي أمر يسيء فاحشة، نعم، سواء كان الزنا أو ماذا أو دون الزنا. أحسنتم. إن تسرب الفحشاء إلى أهل النبي ينفر القلوب عنه، أي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فمن الواجب، يعني من الواجب في الحكمة الإلهية، فمن الواجب أن يطهر الله سبحانه ساحة أزواج الأنبياء جميعا، لا فقط أزواج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نحن حتى الأنبياء الذين ليسوا من أولي العزم. أحسنتم، فما بالك بغيرها. أحسنتم، معانا صريح القرآن يقول: فخانتاهما كما في آية التحريم، في سورة التحريم. يقول: فمن الواجب في الحكمة الإلهية أن يطهر الله سبحانه ساحة أزواج الأنبياء عن لوث الزنا والفحشاء، لا فقط الزنا بل كل ما يمس أعراض أزواج الأنبياء جميعا، وبالخصوص أعراض خاتم الأنبياء والمرسلين وهن جميع أزواجه أمهات المؤمنين. وإلا إن لم يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك، يقول: وإلا لغت الدعوة. لغت الدعوة الإلهية تكون لاغية، تكون عبثا. أحسن. لماذا؟ وتثبت بهذه الحجة العقلية. أحسن. هذه يعتبروها من الأدلة العقلية لطهارة أذيال أزواج الأنبياء جميعا. صلى الله عليه. وتثبت بهذه الحجة العقلية عفتهن واقعا لا ظاهرا فحسب. أحسنت. لأنه لا تقم لم يقم لم نقم عندنا بينة على أنه لم يصدر منها زنا أو فحشاء، بل حقيقة وواقعا أزواج الأنبياء جميعا مطهرات من أي فحشاء وأي شيء يلوث أعراض أزواج الأنبياء جميعا. وإلا لغت الدعوة وتثبت بهذه الحجة العقلية عفتهن واقعا لا ظاهرا فحسب. والنبي
صلى الله عليه وآله أعرف بهذه الحجة منا. التفتوا جيدا، هذه الحقيقة أين يذكرها سيد الطبطبائي؟ يذكرها، يقول أن جملة من الروايات التي وردت من الفريقين يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله شك ماذا؟ شك في عرض زوجه عندما وقع قضية الإفك. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الروايات كذا، ولكنه وهذا مما يجل عنه مقامه صلى الله عليه وآله، الرسول أجل من أن يشك في عرضه. نعم، وهذا قرأناه إذا تذكر المشاهد الكريم، أن ابن تيمية قال أول من شك وراب في أمرها هو من؟ هو رسول الله. نعم. السيد الطباطبائي يقول يجل رسول الله عن هذا المقام، كيف يمكن أن يشك ماذا؟ في عرضه. إذن هذه القضية أنا وقفت علي عندها قليلا. نعم. إذا تسمح لي دكتور بعد أنه بعد ذلك حتى نروح إلى مداخلات الإخوة، ولكن هاي الملاحظة الثالثة، ولكن هذا لا يعني أن كل أزواج النبي صلى الله عليه وآله أو أن بعض أزواج النبي لم تكن لهن مواقف ثبت خطأها. نعم، ولكن إثبات الخطأ لبعض مواقف أزواج الأنبياء شيء، والإهانة والإساءة والتعرض لعرضهن ماذا؟ نعم، شيء آخر. لا توجد ملازمة بين الإخوة وبينها. نعم، وهذا ما أريد أن أشير إليه في جملة واحدة. العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول القسم الثاني في صفحة 854 بعد أن يشير إلى الحديث المعروف حديث الحوأب، أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب، يقول هذه الرواية وجملة القول إن الحديث صحيح الإسناد ولا إشكال في متنه. فإن قلت كيف يمكن أن عائشة فعلت ذلك، فإن غاية ما فيه أن عائشة لما علمت بالحوأب كان عليها أن ترجع، يقول الألباني. نعم، يقول كان بعد أن رأت هذه العلامة الفارقة التي أشهر الرسول له كان عليها أن ترجع، ولكن الحديث يدل على أنها ماذا؟ لم ترجع. يقول وهذا هل يليق بأم المؤمنين عائشة أو لا يليق؟ يقول وجوابنا أنه ليس كل ما يقع من الكمل يكون لائقا، قد يصدر منهم ما لا يليق بهم. يقول لأننا نحن لا نعتقد بعصمة أزواج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولذا يقول والسني لا ينبغي له أن يغالي في من يحترمه. الآن نجد على بعض الفضائيات وكأنه لا يحق لنا أن نذكر الحقائق التاريخية، لا نذكر، ولكنه من غير إهانة، من غير تسقيط، من غير انتقاص، من غير تعرض لعرض أزواج النبي صلى الله عليه، يقول ولا نشك، التفتوا جيدا، ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله. هذا العلامة الألباني يقول أيها المسلمون في العالم، سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول كان خطأ من أصله. يقول والشاهد ولذلك همت بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبي عند الحوأب، ولكن الزبير أقنعها بترك الرجوع بقوله عسى الله أن يصلح بك بين الناس، يعني اجتهدت ماذا؟ فأخطأت. الآن مو بحثنا أنه نعم. أخطأت أنها اجتهدت أو لم تجتهد، نعم. أنها مؤاخذة أو غير مؤاخذة، المهم أن العلامة الألباني يصرح أن خروجها كان ماذا؟ خطأً. كان خطأ، ولا نشك أنه كان مخطئا في ذلك أيضا، يعني أن الزبير أيضا كان ماذا؟ مخطئا. والغريب أننا نجد الآن على بعض الفضائيات البائسة واقعا أنه إذا قال بعض أعلامنا وبعض علمائنا أن الزبير أخطأ في الخروج على علي يقولون بأنه انتقص الصحابة، وهذا الألباني يقول ماذا؟ نعم، أحسنتم.
يقول أخطأ زبير أيضا منه خطأ. نعم. يقول والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين، يعني في الجمل اللتين وقع فيهما مئات القتلى، ولا شك أن عائشة هي المخطئة. أحسن. لا شك في ذلك. صريحة. لأسباب كثيرة وأدلة واضحة، ومنها ندمها على خروجها. يقول هذا خير شاهد على خطأها. على خطأها. ولا لماذا تندم؟ ولذا ينقل رواية يقول وقد أظهرت عائشة الندم كما أخرجه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب عن ابن أبي عتيق عن أبي بكر وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال قالت عائشة لابن عمر يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال رأيت رجلا غلب عليك، يعني الزبير، فقالت أما والله لو نهيتني ما خرجت. إلى أن يقول العلامة الألباني. وقال أيضا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال قالت عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، كانت تريد أن تدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حدثا. هذا إقرار من عائشة أنها أخطأت. ما هو الحدث؟ هو يقول وهو أنه أدفنوني مع أزواجه فدفنت بالبقيع. قلت من يقول العلامة قلت تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل. أحسن. فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك. هذا حديث آخر. تابت أو لم تتب. نعم. إذن ألخص حديثي وإذا أكو مداخلات أستمع الأربع خمس. نعم. دقائق الباقية، وهو أنه أساسا لابد أن واقعا نمشي على هذا الصراط المستقيم. وأنا أدعو كل إخواني وأبنائي من الخطباء والعلماء وأهل المنبر والفضائيات واقعا أن لا يستمعوا إلى بعض هؤلاء الجهلة من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. نعم. وهو الطعن في عرض النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الإساءة أو الإهانة، ولكن هذا لا يعني أنه ماذا أنها لم تخطئ، بعضهن لم تخطئ. نعم. وأنها ندمت اعترفت بأنها أحدث.